السلام عليكم. هذا اللقاء الثالث. دعوني أبدأ بالتذكير بأهم الأفكار التي نوقشت في اللقاء الثاني. كان التركيز تحديدا على الحساسة المفهومية، بمعنى القدرة على استشعار الفروق بين المفاهيم قريبة الشبه. وكانت الآلية الأساسية في التعامل مع هذا التشابك بين المفاهيم هو فكرة التعريف الجيد بشروطه الثلاثة، اللي قلنا الوضوح، مطلب الوضوح، والخلو من الأدوار المنطقية بنوعيها المباشر وغير مباشر، والشرط الثالث أن يكون التعريف جامعاً مانعاً، جامعاً بمعنى أن يشمل جميع ما صدقات المفهوم، مانعاً بمعنى ألا يشمل سواها. بعد ذلك ناقشنا جزئية شبه المصدقات، وهي الأشياء التي لا تتضح ما إذا كانت مصدقاً للمفهوم أو ليست كذلك، وخلصنا إلى أن التعريف الجامع المانع يمتلك صبغة معيارية، بمعنى إذا حصلنا على تعريف جامع مانع يكون من حق هذا التعريف أن يتعامل مع شبه المصدقات بالطريقة التي ميز بينها. بعد ذلك بدأنا في تطبيق عملية التعريفات، وناقشنا إذا كان تذكروا الفرق بين البروسيس والبرودكت في تمظهراتها أو تجلياتها المختلفة. حكينا على الدستور، شو الفرق بين العملية الدستورية والنتاج الدستوري. حكينا على العلم، حكينا على كرة القدم، كيف أن البعض يرى أن كرة القدم أهم ما فيها هو العملية، طريقة اللعب، بينما آخرون يرون لا، الكرة أهداف وهكذا. ما زلت نواصل في الحساسة المفهومية. خلينا نبدأ بسؤال قد يبدو غريبا شوية. أيهما تفضل، أن تفقد شيئا أو شخصا عزيزا عليك دون أن تفتقده؟ بمعنى تفقده لكن لا تحس أنك فقدتك، لا تشعر بفقده. خليها مبلغ من المال يضيع منك هو لكن ما تنتبهش. أيهما أفضل، أن تفتقد شيئا، أن تفقد شيئا دون أن تفتقده، أو العكس، أنك تحسابه راح منك لكن هو ما راحش؟ أين أفضل؟ أنك تفقديه بالفعل. المهم ما نفتقدش، المهم ما تشعرش بالفقد، هذا أفضل من أنك تشعر بالفقد والغم متاعه مع أنك مش فاقد أنت. هل علاقته بين هذه وبين مفهومين ناقشناها من قبل؟ الأنتروبولوجي والإبستمولوجي. Exactly. الأنتروبولوجي والإبستميك والأنتولوجيكال. اللي يفقد حاجة بالفعل دون أن يحس بفقدها، هذا فقدها على مستوى إيش؟ الأنتولوجي الواقعي، لكن ما فقدهاش على المستوى الإبستمولوجي. والعكس، اللي حساب روحه فاقد حاجة وهو مش فاقدها، الفقد سير على مستوى إيش؟ الإبستمولوجي وليس على مستوى. خليني أذكركم بآية في القرآن: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر
خليني أتذكر. تبين الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب المهين. شوفوا الفكرة، سيدنا سليمان قاعد متكئ على العكاز، والجن اللي هم العبيدة قاعدين مصابين خايفين، وهو ميت. يعني هم أحرار أنطولوجيين، لكن مستعبدين معرفيا. وقعدوا أيام إلى أن خر، لما خر عرفوا أن بيش علاقتها هذه، غير أن تبين مثل آخر للفرق بين الإبستمولوجي وال. أنا أجد فيها حل لمشكلة أرق فينا جميعا، اللي هي قضاء القدر. لو سألتكم الإنسان مخير أو مسير، أعطوني أجوبة. أوكي، الإنسان مخير ومسير. مخير في أشياء، طبعا جميل، لأن هذا هو الحل الشائع والخاطئ أيضا. الخاطئ بمعنى أن هذه الإجابة لا تعبر حقيقة عن المشكل. بمعنى اللي يسأل الإنسان مخير أو مسير، لا هو أصلا ما يسألش على الأشياء زي الموت والولادة، مش هذا قصته. قصته الإخرات، السلوكيات العادية التي نحسب أننا مخيرون فيها. السؤال، هل نحن مخيرون حقيقة أم لا؟ أوكي، هذه نقطة أساسية. نقطة ثانية، شنو المشكلة ونحن مخيرين؟ والله شنو المشكلة لما نقولوا نحن مجبرون؟ عندك مشكلتين في كل حالة، وهذا ليش سموا فيه مأزق. إذا قلت إن الإنسان مخير في أعماله، هتواجهك مشكلة. شنو هي؟ علم الله، الله عليم بكل شيء. وإذا كان أنت مخير، معناها الله لا يعرف ماذا ستقوم بفعله. لا، خلينا نكمل المشكله بعدين نقش من النقاش. اوكي، المشكله على الاقل في ظاهرها، في ظاهرها انك عندما تقول انا حر في كل شيء، انا اختار ما اريد، عجيك مشكله. يعني الله ما يعرفش ايش تبي تختار. يا سيدي انا مجبر. الان حفظت على علم الله، مجبر يبقى الله عارف ايش حندير. عجيك مشكله عدل الله، إذا كان أنا مجبر فكيف يحاسبني الله على أعمالي؟ واضحة المأزق؟ يعني خياران كلاهما مر. أوكي، أنا كيف حنستعمل التقسيم اللي قلته في حل المشكلة؟ في اقتراح حلها، ما نقولش في حلها. تخيل البديلين التاليين وهم شبيهات بحالة الفقد والافتقاد. في الحالة الأولى يجيك قريب ويقول لك يا فلان ما تحاولش تسافر، راهو أسمك في قائمة الممنوعين من السفر. فأنت تجبر نفسك على رغم رغبتك في السفر، لكن تخيل أن المعلومة هذه خاطئة. السؤال شنو وضعك الآن؟ وضعك أنت حر إبستيمولوجيا، آسف، حر أنطولوجيا، تقدر تسافر، لكن إبستيمولوجيا مقيد قاعد، مش قادر تسافر. قارن هذا الوضع بالآخر، وهو أن اسمك في قائمة الممنوعين من السفر، لكنك لا تسافر لأنك لا ترغب في السفر أصلا،
منك شعر بأي قيود؟ أنا من بش نسافر، ما عنديش علم أنا أسمر لا. مرة ثانية أيهما تفضل؟ حنقولوا لا الحرية ولو كانت موهومة عندي أهم من الاستعباد الإبستمولوجي، يبقى أنا مكبل بأوهامي رغم أني حر. فأنا اللي بنقوله أن هذا وضع الإنسان. شنو هو وضع؟ هو حر إبستمولوجيا، يعني أنا من الشعر بأي قيود تفرض علي نمشي للخمارة ولا نمشي للجامع، رغم أن مجبر أنطولوجيا، بمعنى أنه هو الله عارف وين ماشي، لكن على المستوى النفسي هو حر، ولأنه كذلك فهو مسؤول. أوكي، نسمح بأي تعليقات؟ تفضل. نعم، يبقى عنده two options open. نعم، أنا مع ذلك. ما قلت لك أنا لما أقول لك أنا حر على مستوى الإبستمولوجي معناها مفتوحات أمامي. أوكي. أنا يفهم منها أن الإنسان مدرك في كيفية. نعم. أحلى نوع ميز بين ما يختار ما يختار. وهذا يضمن عدالة الله من جهة. أوكي. ولا يصادر على علمه في نفس الوقت. خلينا باش نطول فيها القصة هذه، خلينا ننتقل الموضوع أهم بالنسبة مش كبشر، قضية السالفة هي قضية تملك بشر، قضية الجاية اللي تملك كطلاب علم أو أساتذة علم. نحن حكينا عن المعرفة، ذكروا وقلنا شنو شروط المعرفة، وانتهينا إلى أن للمعرفة ثلاثة شروط. اعتقاد صادق بشواهد ايش؟ قاطعة. الأدلة إذا لم تكن قاطعة فأنت لا تعرف. متفقين عليه هذه؟ أوكي. سؤال، هل العلم يشكل معرفة؟ العلوم أو العلم؟ كل العلوم. هل تشكل معارف؟ شكل يعني فيها أدلة وفيها شواهد. فيها إيش؟ فيها شواهد وفيها شواهد وفيها ما فيها صدق وفيها اعتقاد، فيها شواهد قاطعة. قاطعة فيه بعض العلوم فيها شواهد قاطعة. أوكي. أوكي. الآن حنعطي أدلة أو حنعطي أرجمنت لكم أن تقبلونها، أن تقبلوها ولكم أن ترفضوها. أوكي. أدل على أن العلم لا يشكل معرفة. واحد، طبعا إذا كان هو معرفة يبقى أدلته قاطعة، صح؟ أول دليل، دليل تاريخي، أنك أنت لو شفت تاريخ أي علم من العلوم عبر مسيرته ماذا تجد؟ العلم قلب حول، تقلب ويتحول. ولو كانت أدلة العلماء على نظرياتهم قاطعة لما غيروها. هذا دليل تاريخي. بس في بعض التغير والتطور كثير في بعض العلوم يعني الأخرى، يعني أعطيك مثال يعني التكنولوجيا اللي نحن الآن قاعدين نشتغل عليها مثلا، والاتصالات، هذه مبنية على علوم، على أسس نظريات صحيحة، وبالتالي احنا وصلنا إلى مرحلة الآن نشتغلوا بطريقة حقيقية ووصلنا إلى مراحل. جميل. فهمت؟ جميل. قد تتطور مع يعني اكتشفوا أشياء حقيقية زيادة، لكن في الحقيقة هي نظريات حقيقة مثبوتة، وبالتالي احنا قاعدين تغير العالم يعني بناء عليها. جميل. غير العلوم الأخرى، ما في بعض العلوم مثلا اللي هي تطرح نظريات والإثباتات عليها ما زالت مش يعني قاطعة، أو خلينا نقول فهمت؟ هذا الفرق، لكن في بعض العلوم هي تقدر تستدل عليها وتستدل عليها.
تاريخ قابل للتحريف وبالتالي يصنف حتى من العلوم. اوكي تقصد الجمع لا يوجد دليل قاطع صح؟ نعم لا يوجد دليل قاطع خليني بس التقنية حرد عليها، لأن أولا يجب أن نميز بين التقنية والعلم وهما مفهومان عادة ما نخلط بينهما. Okay. In science we know that blank. In technology we know how. خليني كمل تبي. Okay. الخلط بين التقنية والعلم يسبب في كوارث. لا خلينا نكمل. توفين. هي العلم. ما أنتوا تفصل بينهم. هي العلم. نكمل. هي العلوم هذه النظرية أصلاً ثبتت وبعدين جاء التقنية بنيت عليها. يعني نقصد أن العلوم اللي هي العلوم أفعالية التقنية. التقنية هي نتيجة استخدام العلم في الوصول إلى أمور أخرى تقنية. هذا استخدام التقنية تحكي على الابليكيشن على التطبيق متاع العلوم. نحكي عن النظريات اللي بنيت عليها مش نحن وصلنا للتقنية as a science بالضبط. أنا ما نحكيش على التقنية نفسها بس أنا أعطيتك التقنية كمثال نتاج لعلوم حق يعني مضبوطة مثبتة أدلتها قاطعة. هذا اللي نقصد. هذا رد المحاضرة الأولى تشبث بالرأي. لا مش تشبث بالرأي. لا أنا قاعد يعني نقولها فيها راهو توفيق أعطيني فرصة نكمل الفكرة. نكمل الفكرة. قطرت علي تعليق لتشرشل ما عرفت توفيق تحملها. تشرشل يعرف في التناسيتي في التشبث يقول لنا المتشبث doesn't change his mind and doesn't change the subject. مش فقط من غيرش موضوع من غيرش فكرة من غيرش موضوع. اوكي الفكرة خلينا نقول ان التقنية ليش انا مصر على التمييز بينها وبين العلم. اوكي هناك دعاوى ظلامية الان سائدة تقول انظروا ماذا جاينا من العلم. هالكوارث وهالحروب وهالدمار اللي في البيئة هذا كله من التقنية اللي جابها لنا العلم. يجب أن نفصل بين الاثنين. العالم ليس ملزما بتطبيق نظرياتي. هذه نقطة. النقطة الثانية وحنقولها سريعا، هل التقنية أو اختراع أجهزة تطبيقا لنظريات هذه توا ولا من زمان؟ مستمرة من بداية إلى الآن ماشية في نفس الفكرة. خليك معي. يبقى كانت هناك تقنيات أدت وظائف بنيت على نظريات اتضح بطلانه عبر التاريخ. تنساش هذه. لما تشوف في تقنيتك الآن نظرية نيوتن الآن التي لا تحترف بها الفيزياء طبقت عليها تقنيات كثيرة. خليني بس ننتقل للشاهد الثاني. أعطيتك شاهد تاريخي، نعطيك شاهد منطقي، وهو أن أي فرضية في العلم تحتاج إلى أدلة ولا محتوى النظرية عادة ضخم لا تستنفده الشواهد. بمعنى ان دائما خلينا ناخذ مثال بسيط جدا، المعادن تتمدد بالحراره، فيها شك هذه؟ بينما نقول لك اعطيني ادلتك عليها ايش حتجيب لي انت؟ هل حتجيب لي جميع المعادن اللي في العالم ولا حتجيب لي عينه؟ هذا ما يسمى الاندكتيف جامب، القفزة الاستقرائية من جزء صغير من الشواهد على كل، وبالتالي دائما هناك احتمال الخطأ. ولأن العلم استقرائي بطبيعته فعبر التاريخ دائما نكتشف
ان جمعنا عدد كبير هائل من الادله عن نظريتنا وفجاه طلعت لنا البجعه السوداء. شنو البجعه السوداء؟ ان النظريه تقول all swans are white، وكل مره نحقوا في وايت سوان وفجاه تطلع لنا البجعه السوداء. اوكي الدليل الدليل هل يمكن تعميم في الكلام هذا؟ يعني الكلام صحيح، لكن ليه عمل عن كل نظريات النظريات ممكن تتطور تغير طولها بشكل اخر، لكن في العموم النظريات ثابته ومثبته. يعني حتى مثال المعادن ومثل مش بسيط ومثل كثير، ف الكل يغطي على الاقل مش عكس الكل يغطي على الاقل. كيف؟ يعني لا يمكن اثبات كل شيء بما يحوي. يعني مثلا نظريه التمدد في المعادن الحراره لا يمكن اثبات كل شيء قدام اي حد بكل معادن، يعني مستحيل. الفكره ان احنا اثبتنا ان المعادن تتمدد بالحراره، المعادن بتعيش، لكن ما اثبتناش ان كل معدن بتجربه يتمدد بالحراره، فهذا غير النظريه. لا، هو السؤال هل لدينا أدلة قاطعة نظرية أم لا؟ الإجابة تظل لا. أنا حنذهب بكم أبعد من ذلك، يعني أنا حنذهب بكم إلى أن مش العلوم الفيزيقية اللي تستند على الملاحظة والتجربة اليقين فيها مستبعد، حتى العلوم الرياضية، العلوم الرياضية اللي يبدو، يعني لو قلت لكم المثلث كم درجة فيها شك؟ حنطلع كم في شك ان المثلث 180 درجة؟ به اثبت لي يا توفيق مثلث 180 درجة. اوكي اوكي جميل جميل. اهو رسمنا مثلث. خليني كمل فكرة تبي. هذا مثلث، قلت لك اثبت لي المثلث 180 درجة، قلت لي قيس، قست وطلع 180. يقول لك تمام والله اثبت لي تو ان هذا المثلث 180، لكن انت حكمك ان كل مثلث 180. تقول لي ياسين مش مشكلة ارسم واحد اخر. نقول لك تمام عندك اثنين تو، ارسم 1000، عندك 1000، 1000 من كم؟ من عدد لا متناهي. يبقى القياس اصلا ليحسم المشكلة. ثم ان الرياضيين لا يثبتون ان المثلث 180 درجة بهذه الطريقة اصلا. انت لما تجي رياضي تقول اثبت لي، ما يقولكش قيس. ايش حيقول لك؟ يقول لك يا سيدي ريت انا نثبت لك مثلث 180، ارسم مثلث ما توريش حتى لي. ليش يقول لك ارسم مثلث ما توريش حتى لي؟ باش حكم يكون معاه. يعني ارسم مثلث مهما كان زواياه متساويه قائم، مهما كان اضلاعه شنو طولهم، ارسمه ما توريش لي. رسمته؟ يقول له رسمته. يقول لك تعال الواحد من اضلع ومده. اوكي لاحظوا ان المثلث هذا اللي ملثته شنو؟ ان A زائد B زائد C يساوي ايش؟ هذا مطلوب اثباته. فانا حنقول لك مد ضلع، تقول لي مديت. اللي نقول لك وما بحثش انا، نقول لك تعال عند النقطة اللي مديت منها وارسم مستقيم موازي للضلع المقابل. رسمت؟ تقول رسمت. يقول لك مش طلع لك زاويتين اخرى؟ يقول لي اه فعلا طلع. يقول لك سميهم. ايش طلع لي هنا؟ طلع لي اي ودي، تمام. يقول لك ما تلاحظش ان اي تساوي بي، صح ولا لا؟ ليش؟ زاويتان متناظرتان. ايش تساوي؟ ما
ما تحس ان دي تساوي اي بالتقابل؟ دي تساوي، واكيد سي تساوي سي ولا لا؟ صح، بالتعريف كل شيء يساوي نفسه. باه، ما تلاحظش ان اي ودي وسي اللي هن هذين زاويه مستقيمه؟ يبقى حتى هذا الزاويه. هل حكيت عن مثلث معين؟ كلا، صح. هذا اثبات لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه، صح، قاطع. بس في نقطه، هذا المثال، هذه النظريه اللي مبني عليها كل التصميمات تاع العالم كله الان مبني عليها النظريه هي 380، هنا فهمت النظريه هذه. ما فيش اخر واحد عدى اثبت ولو مره البجع السوداء، حكيت عليها، طلعت ان المثلث ما يسويش تو نعطيك البجع السوداء قبل شوي. اللي ساير حاليا ان العلم، او خلينا نقول المعرفه، نتفيد مثل يستبق ال جايه تسوي بجعة سوداء. الخيلي هو المفهوم، ان احنا الاشياء يعني عشان تثبتها الى ما لا نهايه، باش تثبتها باش تكون قاطع، والما لا نهايه هذه ما تصلهاش. هذه هي الفكره، مش فكرة النهارية، هي صحيحة إلى حد بعيد في زمنها بتطبيقاتها، ولكن وقد تكون صحيحة إلى ما لا نهاية، ولكن لا يمكن. تو أنا خلوني ننتقل لل تو راجل يقول فيه هذا عكس كلامي. تو أنا قلت لكم دليل قاطع لا إطلاقا. ليش؟ حنجي نقول لك معلش، أنت قلت أن إي تساوي بي، ليش؟ لأن المتناظرات. بلاهي، ومن قال لك اثبت لي انهم متناظرات؟ ايش حيقول لك الرياضي؟ الهندسي ايش حيقول لك؟ يقول لك انت شاك في اي تساوي بي، ما عندكش اي مشكله، تعال معايا وحيعطيك برهان. خلينا نجرد شوية، نقول له باهي معلش، هذه منين جبتها؟ أنت شك في هذه؟ تعال معايا. عندي لك برهان، وهذا يصير بالفعل راهو. ولكن هل يستمر ذلك إلى ما لا نهاية؟ هل في كل مرة الهندسي، راهو على فكرة لما نحكي على هذه، راهو نحكي على الرياضيات كلها، راهو تحسبون على المثلث. هل يستمر ذلك من نهاية؟ هل ديما الرياضي تقول له اثبت لي هذه، يقول لك اهو بما ان كذا كذا اذا كذا، تقول له منين جبت هذه، يقول لك تعال معايا. هل يمشي معك الى النهايه؟ ما يقدرش. حيجي المرحله ويقول لك انت شك في هذه، اهو برهاني. تقول له منين جبت هذينا، يقول لك لا معلش، هذينا بوستوليتس، هذينا مصادرات. زي ايش؟ في الهندسة، الخط المستقيم أقصر بعد بين نقطتين، هذه اسمها مصادرة من مصادرات إقليدس. على إثبات، لما يجي إقليدس يقول أثبتها لي، يقول لك آسف، هذه بديت بها، هذه حطيت كرعية عليها. الخطان المتوازيان لا يلتقيان، أثبتها لي إقليدس، لا ما أقدرش، هذه بديت بها، هذه نبني عليها. أوكي، القصة كأنها إيش؟ أنا أمثل فيها بعمارة من 50 دور، وانت جاي تبي تشري شقة في الدور 50، جيت للصاحب يا فلان العمارة هذه متينة، يقول لك تعال نوريك الأساس متاع 49، يقول لي بيها 49، يقول لك 48، يمشي معاك لعند الدور الأول، تقول له بيها الدور الأول أساسها شنو؟ لا معليش في هذه خذ كلمتي، أنا موضوع كله في الهواء بدليل. تو الكلام هذا مش مجاني، راه في القرن 19 جو اثنين، واحد اسمها رايمان، واحد اسمها لوبتشفسكي.
قالوا صار أقليدس بدأ مجموعة مصادرات ودرن عليها نسق كامل بدون ما يثبت هذه المصادرات، ألا يعطينا ذلك الحق في أن نبدأ من مصادرات غيرها؟ طبعا من بيقول لا؟ الخط المستقيم أقصر بعد بين نقطتين؟ لا، الخط المنحني أقصر بعد بين نقطتين، هذا أقصر بعد بين نقطتين. تقول لي كيف عاد واضح الخط المستقيم؟ أين واضح؟ أنت أثبتت أصلا؟ وبعدين توا ما تنسوش ان احنا قاعدين على كره ارضيه وكل الخطوط فيها منحنيه اصلا في ارضنا ما فيش مثلثات بالمعنى الاقليدي، في مثلثات بالشكل هذا صح؟ كم درجه هذا؟ 180 ولا اكثر؟ اكثر صح؟ رايمن خذ العكس، الخط مش المقعر أقصر بعد بين نقطتين، ورايمن مثلثة بالشكل هذا أقل من 180. شوفوا بدهية بوضوح وقطعية المثلث 180 طلع فيها شك، درس إن لما تسأل الآن المثلث كم درجة تقدرش تجاوب. هذا في الرياضيات اللي لا فيها ملاحظة ولا تجريب ولا خطأ في التجربة. أوكي، طبعا هذا قد يقودنا إلى سؤال عميق جدا، كيف إذا كان الرياضيات والعلوم ما عطتناش معرفة من بيعطيها لنا؟ خطيرة القصة. في اللي حيقول لك معناها فكونا ما يصير بهذا كله، ما فيش يقين، نحن نبو يقين. الفكرة كالتالي، على الرغم من أن أدلة العلم على فرضياته ليست قاطعة، ليس هناك نشاط بشري أحرص على قطعية الأدلة من العلم. نقولها مرة أخرى، على الرغم من أدلتنا في العلم على نظرياتنا ما هيش قاطعة، وبالتالي في احتمال غلطانين، لكن ما فيش نشاط بشري يهتم بالأدلة وبقطعيتها زي العلم. يبقى رغم أن ليس هناك ضمان في أن يعطينا العلم معرفة، فيش ضمان، لكنه أوثق السبل إليها. رضيت توفيق توا؟ تمام. نقول الرسالة أن دائما فكر دائما أن فيه والأخرى، بس هذه الرسالة اللي توصل قد لازم في حل آخر أنت لا تعرف. exactly. وشوفوا يا جماعة، هل يعني هذه الروح أوكي دون أن تفقد الرصيد المعرفي الهائل اللي دار العلم، دون أن تفقده قاعدة تنأى بنفسها عن الدوغماطيقية أو الدوغمائية. يعني إذا كان نحن إذا كان حربنا الدوغمائية كمبدأ، أجدر أن حربها حتى بالعلم. به تذكروا فلسفيكيشنزم، الدحضوية أو أوكي، شنو فكرتها؟ كان تذكروا فكرتها ما تهتمش بالأدلة اللي تجمعها في صالحك أفضل. ليش؟ على فكرة هاجس اليقين ما زال قاعد، رغم أنه يبدو منتهى الإصرار على أن نظريتي تكون صح قبل ما أن تكون عندي أدلة قوية جدا قبل ما نؤمن بنظريتي، لكن في مسحة دوغمائية يقينية عند بابر. وين قاعدة؟ هو شو يقول لك؟ يقول لك شوف، منطقيا أنت تجيب لي مليون بجعة بيضة، أنت ما أثبتش أن كل البجعة أبيض،
لكن بجعة سوداء واحدة تكفي لإثبات بيقين مطلق أنك غلطان. شفتوا يقين مطلق؟ وان كيس. أنا نبدو نقول معليش يا بابا حتى هذه ما فيها شقين. هو يسميها إيش؟ يقين سلبي. أنت لا تستطيع أن تثبت صدق نظرية ولا تستطيع أن تثبت كذبة. هناك نقدان كلاسيان. لاحظوا نقول كلاسيان مش كلاسيكيان. عارفين ليش؟ كلاسيكي ترجمة إيش؟ كلاسيك صح؟ لا لا في التركيبة اللغوية الكلمة كلاسيكي هي كلاس سك يعني في كلاس وفي نسبة إك معناها نسبة نحن درنا كلاسيكية أفتنوا درناها مرتين نسبنا مرتين كلاسيكية لا الإك هي الإية يبقى كلاسية ومش رومانطيقية رومانسية لأنها رومانتك مش رومانطيقي لأنك بالشكل هذا أوكي في نقدان كلاسيان لكن معليش يا جماعة خلوني نجاوزها لأني خايف نخش في تعقيدات أكثر خلينا نجاوز النقطة أوكي برضه في سياق التمييز بين المفاهيم rationality و rightness what does it mean to be rational definition ايش معناها فلان والله يسأل تصرف بعقلانية تصرف كان في حكمة والله يعني اللي داره معقول جدا ايش معناها الكلمة هذه لا خل لا خليها رايتنس تو خليها عقلانيه ايش معنى عقلانيه عقلانيه التصرف الانسب للسيتويشن يعني للحاله بغض النظر كونه صحيح او غير صحيح العقلانيه في التصرف لان عقلانيه في التصرف شوفي شوفي استخدام العقل استخدام العقل في الخيال وجود الادله والبراهين على الاستخدام بمعنى مقبول اكثر بدل من اخر اتخاذ القرار بناء على تروي أو بناء على تروي أو يعني دراسة قبل يعني لاحظوا حاجة ذكروا قلت لكم عمرك ما تعرف مفهوم مفهوم واحد آخر لا مش نفس أخرى تو دكتور محمد استعمل كلمة العقل مش مسموح بها في تعريف العقل لكن مثلا سمية استخدمت كلمة أنسب راك انت اجدرت لي هنا انت اجارت لي الموضوع حنقول لك ومتى يكون السلوك هو الانسب ما درت شيء واضح يعني لا يعني نبي تعريف اوبريشنال نبي نعرف شنو الحاجات اللي يندارن لما يندارن نعرف هذا معقول اوكي اعطيكم هنت أو حنقول لكم تعريف قولي صح ولا غلط السلوك يكون معقولا إذا كان يحقق هدف صاحبه منه ها؟ لا بس أفطن لما نقول الأنسب مانيش عارف انا ايش معناها الانسب لكن انت وعارف بالضبط ايش ندير تبي تعرف السلوك هذا معقول ولا لا اول حاجه عادي صاحبه يا ثاني انت ايش تبي تدير منه شنو هدفك هدفي كذا بين شوفوه حقق هذا ولا ما حققش عرفت معقول ولا اجرائي وتام وواضح مازال غلط هو لكن هذه قصه ثانيه لكن كستراكشر نتاع كصيغه للتعريف ما فيش مشكله يبقى اتفقنا على ايش اهدافها بي طريقة صحيحة. يكملوا هنا. قد يتحقق الهدف بغير طريقة. جميل. برافو. تمام.
حلو. أولا خلينا نتفقوا على حاجة، نتفقوا أن العقلانية لها علاقة بالأهداف. بمعنى أنت ما تقدرش تعرف سلوك شخص ما، لو نحكي على مستوى فردي توا، عقلاني ولا لين تعرف الشيء بمنه. سؤال هل تحقيق الهدف هذا يعني عقلاني ولا، هذا سؤال ثاني. خلينا نتفق على ابتداء أنك لا تستطيع أن تحكم على عقلانية أي تصرف ما لم تعرف غاية صاحبه منه. ولا نذكر في مثال بسيط يوضح الفكرة. ذكر نحضر في مباراة كرة قدم في دارنا، كانت بني الهلال ودارنس، رحمة الله عليه عاشور زروق مدرب دارنس، فاز 5-0. قبل نهاية المباراة بدقائق الكابتن صلاح مكراس مشى واحتد مع الحكم وخذ صفر. بعدها تلقيت مع عاشور قال لي ها ايش رايك الفريق؟ قلت له بصراحة جميل لكن عندك كابتن أحمق، في أرضك وفايز 5-0 ايش تحصل في صفرة؟ قال لي مني. قلت له كيف مني؟ قال لي صلاح أسبوع الجاي ماشي روما وعنده صفرة من قبل، ياخذ الثانية باش يحرم الجاية المباراة الجاية ويجيني أبيض، خير من أن حيسافر وعنده صفرة على الكتاب. واضحة الفكرة؟ قلت له تصرف لمنتهى الحكمة. لا، لما عرفت الهدف أنا قدرت نقيم، لكن في الخواء هيك ما تقدرش تقيم. يا دكتور نعطيك مثال استخدام العقل فيه لا يحقق الهدف، وليش ما تحس حد من المسير والمخير والاعتقاد في الهلاك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماشي في رحلة للشام ولا للقدس، شهر تقريبا هم ماشيين، لما وصلوا على مشارف المدينة اللي بيدخلوها وقفوهم قالوا لهم في طاعون أرجعوا. جماعة المسير قالوا اعتقاد الله لن يصيبك إلا ما يعني لما كتب الله لك ادخل. وجماعة العلم والمعرفة قالوا لا لا تدخل حتصاب بهذا المرض. الهدف هو أن يدخل، ولكن استخدام العقل خلاه يقول نرجع، قالوا له تهرب من قدر الله، لازم نهرب من قدر الله إلى قدر الله. جميل. هذين يعني حقا أن العقلانية واستخدام العقل في استخدام المعرفة، وأيضا في عدم يعني مخالفة مسألة جميل جميل. بس لاحظوا أنا قلت ما قلتش أن عقلانية السلوك وقف على تحقيق الهدف منه، بس ما قلت هذه. أنا قلت باش تعرف السلوك عقلاني ولا لا ضروري تعرف الهدف قبل. الآن السؤال هل تحقيق الهدف شرط العقلانية؟ الإجابة نو. قد تسلك عقلانياً دون أن تحقق هدفك، وقد تسلك بأسلوب غير عقلاني رغم تحقيق هدفك. كيف؟ يعني خذ مثال بسيط، أنت عندك رحلة مضطر تبي تمشي الروما وتبي تصل في أسرع وقت ممكن، تكاليف مني مش قصة، وكان في رحلتين مشيت بيني أقول لك في رحلتين، في وحدة ماشية مباشر وفي وحدة ترانزيت في تونس ونفس السعر، أين تأخذ؟ مباشر ولا؟ بيأخذ خيط مباشر والطيارة اختطفت وشلوها المادة قعدت 3 أيام. سلوكك عقلاني؟ نعم، رغم أنه ما حقق لكش هدفك. وللآخر اللي خذاه عن طريق تونس سلوكه غير عقلاني حتى لو كان وصل قبل الآخر. واضحة؟ نفس القصة في العلم. شنو هدف العلم؟
شنو الهدف الأسمى الأساسي الذي ترد وتختزل له جميع الأهداف الأخرى؟ سعادة الإنسان، تحقيق الخير، ولا تحقيق الخير ولا سعادة الإنسان لها علاقة بها. هذه تقنية يا دكتور، هذه تقنية من لاش علاقة بها. أوكي؟ العالم يقوم بما هو حسبه، يعني دار مهمته كاملة عندما يفسر الظاهرة. خذوا التفسير هذا داروا به قنبة ملش علاقة، داروا به عمل خير يسعد البشرية ملش علاقة. Science is an epistemic project، مشروع معرفي. اوكي باهي. وهل العلم ينجح فعلا في تفسير الظواهر؟ طبعا انت باش تفسر ظاهرة تبي نظرية صادقة، وباش تبي نظرية صادقة تبي أدلة قاطعة قصة إياها. لكن هنقوله التالي، نقوله صح، العلم هدف التفسير قد لا يحقق هذا الهدف، لكن مناهج العلم فرصها في تحقيق الهدف أكبر من فرص أي منهج آخر. بمعنى أنت تبي تفسر ظاهرة، والله عندك طرق كثيرة، واحدة منها أنت تفكر فيها وتحلل فيها تقعد عن بكرة. الثانية أنك تلجأ لعرافين مثلا، وناس يتنبؤوا بالغيب وناس عندهم معلومات خفية. الثالثة تقول لا والله ما فرطنا في الكتاب من شيء، خلينا نشوفه في القرآن شو يقول القرآن. الرابعة تمشي تجمع ملاحظات وتجريب. كل وحدة من هذين عندها فرصة تحقق الهدف، ممكن كل وحدة من هذين عندها، لكن فرص العلم في تحقيق غاية التفسير الإمبريقي أكبر من فرص أي نشاط آخر. هنختم. عارفين الرايتنس شنو؟ شو الفرق بين الرايتنس والراشناليتي؟ الرايتنس هو السداد. شنو السداد؟ اللي هو السلوك اللي وصلك الهدف بالفعل، سلوكك اللي حقق الهدف. فالفكرة قد يكون السلوك عقلاني دون أن يكون سديدا، وقد يكون سديدا دون أن يكون عقلانيا. ونأخذ بريك ما لم يكن عندكم تعليق سريع.